ما في صدفة بالأشياء، كذب الصدفة. بدك صناعة للأشياء، صناعة الأشياء يعني صناعة بالجودة، بالعمل، بالالتزامات يعني الذاتية ومع المحيط تبعك والمهنية طبعا. هذا هو اللي بيقدمك، يعني ما في شيء انه عم تأتي الأمور يعني بطريقة مسالمة لك، لا، تجي بطريقة ممكن نسميه بالصح بالغلط، بالإكراه بالإجبار، بالديمقراطية بالديكتاتورية، بده بيصير بده يحدث. يعني انت امام صراع متعدد، يعني صراع مع الافراد، صراع مع المجتمع تبعك، صراع مع الظرف الراهن اللي عم تعيش فيه، فصراعات متعدده يعني حتى يظهر مشروعك كما تريد انت ليس بالسهل يعني.